برحب بحضراتكم من جديد وأولى فقرتنا فقرة الأخبار، وناخد مع بعض أول خبر. وزارة الزراعة تطرح كميات من السلع الغذائية وتوفر المتطلبات اللازمة للمواطنين بأسعار تنافسية في ظل زيادة الطلب على السلع بجميع المنافس بالمحافظات. وعشان نعرف تفاصيل أكتر معنا على الهاتف دكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. احنا عارفين طبعا ان الاسعار كل يوم في زياده، يعني عايزين نعرف من حضرتك دور وزاره الزراعه ودور هذه المبادره في تخفيف العبء على المواطن. تعليقك يا فندم. يعني لو اسمح لي اشكر حضرتك، وطبعا شايفين احنا داخلين على الفتره المقبله، فتره اعياد، سواء لشركاء الوطن المسيحيين او المسلمين، وده بالتالي بيزيد في الطلب بشكل او اخر. وعلشان كده احنا بنتكلم على آلية لتوفير احتياجات المواطن المصري. كان توجيه دولة رئيس مجلس الوزراء ان احنا نتوسع في انشاء المنافذ واماكن البيع ونقاط البيع علشان نضمن حصول المواطن على افضل سعر ممكن للخدمات اللي بيحتاجها والسلع اللي بيحتاجها. وبالتالي توسعنا في هذا الامر من خلال ان احنا كوزارة الزراعة لوحدنا، يعني انا مش بتكلم على باقي الوزارات، لان في عدد كبير جدا من المنافذ والشوادر التابعة للدولة المصرية، سواء في منافذ وزارة التموين أو أمان أو وطنية أو منافذ وزارة الزراعة. على منافذ وزارة الزراعة فقط احنا بنتكلم على 243 منفذ ثابت، دول موجودين في عموم الجمهورية تقريبا، إضافة إلى 30 منفذ متنقل بتقدم خدمة للمواطن المصري. طبعا كان في توجيهات بتكثيف وزيادة حجم المعروض من اللحوم في هذه المنافذ علشان نقدر نوفرها بأسعار مناسبة للمواطن المصري. وكمان احنا بنعظم من دور الانتاج المحلي، وبالتالي احنا كمان اطلقنا مبادره اللي هي خير مزارعنا لاهالينا. من خلال هذه المبادره احنا بناخد المزارع المصريه او خير المزارع المصريه والمزارع التابعه للوزاره وبنعرضها في اماكن البيع التابعه لينا، وبالتالي بنقدم خدمه الخدمه اللي بيحصل عليها المواطن المصري او السلع اللي بيحتاجها المواطن المصري من خير المزارع المصريه، وبنتجنب الحلقات الوسيطه، وبالتالي ده بيقلل من الأسعار بشكل كبير، بتوصل أحياناً فرقات لأكثر من 30%. وده بالتالي بنعكس على مزيد من القدرة الشرائية للمواطن المصري. صحيح. مزيد من تلبية احتياجات المواطن المصري بأسعار مخفضة. دكتور محمد، بحيي حضرتك مرة تانية. عايزة يعني زي ما حضرتك ذكرت أنه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع ويعني وخطط الوزارة لتخفيف العبء عن المواطنين، عايزين نتكلم عن فرق السعر بين الأماكن العادية وبين منافذ البيع في الوزارة. يعني احنا زي ما قلنا احنا الهدف حضرتك كان ان احنا نوفر احتياجات المواطن المصري بأسعار مناسبة. هنلاقي دايما احنا بنحاول ان احنا نقدم المنتجات بأسعار وفرق سعر كبير عن سعر السوق. ده بيخلينا نحقق ايه؟ بيخلينا نقلل من الزيادات غير المبررة في الأسعار، لأن لما بيكون في بديل متاح أمام المواطن المصري بالتالي مش هيضطر إن هو يشتري من حد معين إذا كان في زيادة غير مبررة في الأسعار، لأن بقى في بديل متاح قدامه. وتوجيه القيادة السياسية وتوجيه فخامة الرئيس الحقيقة إن احنا نخفف العبء عن كاهل المواطن المصري من خلال هذه المنافذ ومن خلال هذه الشوادر اللي تابعة لينا. وكمان احنا هنلاقي في مبادرات حتى موجوده في اماكن البيع الكبرى، بنلاقي في مبادرات زي مبادره كلنا واحد مثلا برضو بتحقق نفس الغرض، بحيث ان يكون كل فئات المجتمع قادره انها تحصل احتياجاتها على احتياجاتها باسعار مناسبه وباسعار مخفضه. وبالتالي احنا من خلال هذه المنافذ بنوصل لنسبه خصم لتتجاوز ال 30%، وبتتيح هذه المنافذ كل الاحتياجات الاساسيه والغذائيه للبيت المصري من خلالها، وبنقدمها باسعار تاني اسعار مخفضه، اضافه لان احنا في بعض المنتجات اللي بنقدمها بالسعر العادل بتاعها احيانا بيكون ده اقل كتير من سعر السوق في بعض المنتجات. ويمكن لما شفنا نتيجه هذه المنافذ ونتيجه الجهود اللي بتقوم بها الدوله المصريه، لقينا عدد كبير من السلع حدث لها انخفاضات كبيره في الاسعار مقارنه باللي كان موجود. يعني لما نلاقي هو ايه السلع اللي تم طرحها يا فندم في المنافذ البيع؟ لحوم ودواجن وبقوليات وقرص وكل الاحتياجات اللي ممكن يقوز، كل الاحتياجات اللي بيحتاجها البيت المصري هتبقى موجوده في هذه المنافذ. صحيح. دكتور، يمكن انا كمواطن بسيط يهمني اعرف الفروق قد ايه، يعني بصراحه كلمه السر بالنسبه لي الرز، سواء كان الزيت سواء اللحوم او الفراخ، يعني نقول تقريبا الاسعار تتراوح ما بين ايه؟
يعني احنا بنتكلم مثلا اللحوم بتبدا من اول 170 جنيه. هنلاقي الدواجن بتتباع ب 65 جنيه وب 60 جنيه في بعض الاحيان الكيلو طبعا. بنلاقي مثلا دي اهم سلعتين، الرز صحيح بتتباع ب 15 جنيه مثلا. يعني 170 جنيه من 270 جنيه احنا داخلين دلوقتي بنسبه كبيره جدا فرق يعني. الارز مثلا بيبقى من 12 ل 15 جنيه مقارنه بسعر السوق، برضو في قد يكون في فرق بشكل او باخر. السكر ايضا متاح، فكل الاحتياجات موجوده داخل هذه المنافذ، نحاول نقدمها بالسعر العادل والسعر المرضي للمواطن المصري، وبالتالي يبقى فيه تنسيق افضل، ويبقى فيه يعني اتجاه نسبي لانخفاض الاسعار في السوق نتيجه اتاحه هذه البدائل امام المواطن المصري. دكتور، يعني في ظل طبعا التوفير السلع، معظم المحاصيل والخضروات فيها اكتفاء ذاتي واحنا بنصدر منها، بس يعني زي القطن مثلا والقمح يعني والذره، وفي كذا سلع ومحاصيل كتير الدوله بتهتم ان هي دلوقتي تعمل الزراعه التعاقديه، فعايزين نعرف من حضرتك ايه هي المحاصيل التعاقديه وايه الفكره عن المبادره؟ يعني ببساطة هي المحاصيل التعاقدية والزراعة التعاقدية، احنا بنحاول ننفذ منظومة زراعة مبنية على التعاقدات المسبقة دي علشان نشجع الفلاحين والمزارعين على زراعة بعض الأصناف اللي ممكن يكون عليها طلب كبير. مثلا هنلاقي الذرة والصويا احنا بنستورد منها كميات كبيرة من الخارج، عملنا عليها منظومة الزراعة التعاقدية. القمح الدولة بتطبق في منظومة الزراعة التعاقدية يمكن من بدري شوية. القطن الحمد لله احنا عندنا فيه فائض للتصدير، في جهد كبير بوذل في هذا القطاع. وهنلاقي العديد من المحاصيل الاخرى اللي بيتم تطبيق فيها زي المحاصيل السكريه، البنجر والقصب، كل ده بنطبق في منظومه الزراعه التعاقديه. التوجيه بتاع فخامه السيد الرئيس ان احنا كنا نتوسع في زراعه المحاصيل الاستراتيجيه اللي هي الذره والصويا وعباد الشمس، لانهم محاصيل زيتيه وفي نفس الوقت محاصيل علفيه بنستخدمهم في انتاج الاعلاف وفي انتاج الزيوت. هذه المحاصيل يعني احنا ما كناش بننتج منها بنسبه كافيه، وده كان بيأثر بشكل أو بآخر على السوق، لأن لما حصلت الأزمة الروسية الأوكرانية شفنا إن ده ممكن يكون له نتائج بتؤثر على توفير الأعلاف للمشية، بالتالي توسعنا في هذا الأمر بشكل أكبر. طبعًا شايفين كان في اهتمام كبير بإن إحنا نسعر هذه المنتجات بأسعار مسبقة، لما نحط سعر الصويا ب 18,000 جنيه ده سعر اسمه سعر ضمان، نفس الكلام في الذرة بنسعره ب 9,000 جنيه ده سعر ضمان. ده إحنا بنعمل الكلام ده ليه؟ اولا علشان نجنب الفلاح التعرض للمخاطر، لان احنا في الحاله دي الفلاح لو حصل انخفاض في الاسعار هو هيبيع بالسعر المعلن اللي هو سعر الضمان حتى وان كان سعر السوق اقل من ده. احنا مش بنتكلم النهارده، احنا بنتكلم الزراعه دي هنحصدها كمان 7-8 شهور ولا 9 شهور على ما نبدا نحصد هذا المحصول، لان احنا لسه هنبدا نزرعه، لكن الدوله بتحدد سعر قبل حتى الزراعه علشان يكون الفلاح مطمئن، وبالتالي يحسب دراساته بشكل مظبوط، وبالتالي يقدر يروح للاتجاه اللي يساعده واللي يخدمه في تحقيق انتاجية افضل. الحاجة الثانية ان احنا كمان لو حصل ارتفاع في الاسعار باي شكل من الاشكال هيبيع الفلاح بسعر السوق وقت حصاده، وبالتالي ده كمان يساعد الفلاح في تحسين دخله، ويساعد الفلاح على مواجهة الاعباء، ويساعد الفلاح على تطوير اساليب زراعته. فده بعد. البعد الثاني ان احنا كمان لما بنحط هذه الاسعار الضمان احنا بنحسن من حياة الفلاح، وكمان بنضمن له استقرار لان هو هيبقى مستقر نسبيا، فهو بيتجنب المخاطر وبيكون في عنده حالة استقرار، لان هو شايف ان هو بضاعته او سلعته هتتباع من قبل ما يزرعها ومن قبل ما يحطها في الارض. كمان في بعض الاحيان بنساعد الفلاح من خلال هذه المنظومات التعاقدية انه ممكن يبقى فيه تنسيق علشان نوفر للفلاح بعض المستلزمات الزراعيه اللي هو بيحتاجها، الى جانب انواع الدعوم اللي بتقدمها الدوله المصريه. فالهدف من ده هو ان احنا نخدم الفلاح المصري ونساعده ونوفر له احتياجاته ونطور من مستوى معيشته، وده ضمن مبادره حاجه. صحيح. لو سالتك يا دكتور معلش، حجم الاستيراد اللي عندنا بالنسبه للاعلاف والخامات الفتره اللي فاتت وحجم التكلفه؟ لا احنا كنا بنستورد بارقام مهوله، يعني احنا مثلا كنا بنستورد 7-8 طن ذره، بنستورد 4 طن صويا، يعني 4 مليون، حتى 4 مليون 7-8 مليون طن. دي ارقام كبيره جدا، وبالتالي كان بيحمل فاتوره الاستيراد ارقام ضخمه، اضافه لان احنا يعني خلال الفتره الاخيره اللي هي من شهر اكتوبر، من نص اكتوبر وحتى الامس مثلا، احنا بنتكلم ان احنا مقربين من 1.5 مليار دولار الدوله خصصته عشان دخول شحن.
شحنات الذره والصويا، بنتكلم على ما يقرب من 3 مليون تقريبا طن من خامات الاعلاف اللي هي الذره والصويا بيتم ادخالها للبلاد، فارقام كبيره جدا، وبالتالي التوسع في زراعه هذه المحاصيل قد يكون له نتائج ايجابيه مستقبلا. دكتور، عايزين نتكلم عن المراقبه للشحنات اللي بتوصل، ويعني ازاي بيتم المراقبه عليها والاجراءات اللي بتتخذ يعني علشان توصل للمربي بسعر كويس. يعني حضرتك تقصدي الشحنات اللي هي الاعلاف، منتجات الاعلاف وخامات الاعلاف. احنا في الحاله دي احنا بنتكلم على في بعض التجار او بعض المستوردين يعني بيستغلوا الظروف الازمه اللي موجوده، الازمه الروسيه الاوكرانيه، الدوله بتخصص او بتدخل هذه الشحنات باسعار يعني منخفضه جدا، لان احنا بنحاسب بسعر الدولار الرسمي، لكن بنفاجئ ان احنا بندخل هذه الشحنات وبنفرج عنها وبنلاقي بيتم تداولها في الاسواق باسعار قد تكون مبالغه شويه عن السعر المعروف، وبالتالي احنا قمنا بتشكيل لجنه لمتابعه ومراقبه الاسواق. هذه اللجنه بتنزل تعمل مراقبات على ارض الواقع وبتشوف الاسعار وبتشوف الحاصل، واحيانا بيبقى في ضبطيات، واحيانا كثيره بيكون في ضبطيات موجوده لو في اي استغلال او سوء استغلال لتوافر هذه المنتجات، وبالتالي ده كله هدفه ان احنا نخدم المربي ونوفر له احتياجاته باسعار مناسبه. يمكن نتيجه الجهود اللي قامت بها الدوله المصريه شفنا انخفاض نسبي في اسعار الاعلاف وخامات الاعلاف في الفتره الاخيره، وان شاء الله ده يكون له انعكاس واضح على عمليه التربيه، وشفنا كمان زياده في اقبال المربيين على التربيه مره اخرى نتيجه توفر الاعلاف باسعار مناسبه ونتيجه جهود الدوله المصريه في هذا الشان. دكتور، انا عايز افكر الناس برضو اماكن ومنافذ البيع، ازاي انا كمواطن بسيط مثلا في القاهره او في المحافظات اقدر اوصل للاماكن دي، وكمان عايز اعرف من حضرتك طريقه التواصل في حاله وجود شكوى. يعني احنا لما لاحظين ان المنافذ والاماكن النقاط البيع التابعه للدوله المصريه هي موجوده تقريبا بتغطي كل انحاء الجمهوريه، هنتكلم على الافات من المنافذ والاف من الشوادر، انا مش بتكلم على وزاره الزراعه فقط، انا بتكلم على كل منافذ الدوله المصريه، يعني منافذ التابعة لوزارة التموين وجمعيتي بنتكلم في 8-9 آلاف منفذ، بنتكلم على منافذ أمان برضه نفس الحكاية، بنتكلم على منافذ وطنية نفس الحكاية، بنتكلم على منافذ وزارة الزراعة نفس الحكاية، فإحنا بنتكلم على أرقام مهولة، فبالتالي كل مناطق الجمهورية تقريبا بتغطيها المنافذ بشكل أو بآخر، إضافة لأن إحنا كمان المنافذ المتنقلة اللي موجودة معانا بنخصصها وبنحطها تحت أجهزة أو تحت تصرف أجهزة الحكم المحلي علشان تقدر توصل للمناطق اللي قد يكون فيها احتياج، فتقريبا إحنا بنغطي كل أنحاء الجمهورية بشكل أو بآخر. بالنسبة للشكاوي يقدر أي حد عايز يتواصل معنا في وزارة الزراعة، يعني يتواصل معنا من خلال أرقام الخط الساخن اللي هو 19561 أو 15500، ودي الخطوط الساخنة وبنتلقى فيها شكاوي المواطنين وبنتفاعل معها بشكل جدي وبشكل كبير. طبعا لو في أي شكوى بقى بتخص الأسعار أو بتخص ما إلى ذلك يقدر يتواصل مع وزارة التموين أو مع جهاز حماية المستهلك، هيكون لهم دور كبير في هذا الإطار، في ضوء إن الدولة كمان حددت آلية لعرض الأسعار وآلية لمراقبة الأسعار في أماكن البيع ونقاط البيع. يعني مزيد من النجاح والتقدم يعني عشان خاطر نساعد المواطن على مواجهة هذا الغلاء. بشكر دكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة ومتحدث باسم الوزارة. مشاهدينا نخرج فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. سيناء، معبر الأنبياء، أرض الرسالات والتجليات الإلهية، بوابة مصر الشرقية ودرعها الواقي على مدى الزمان، شهدت أعرق الحضارات ودارت على أرضها ملاحم الخلود، ظلت فكرة إعمارها وتنميتها وربطها بقلب الوطن حلماً يشغل عقول المصريين. لم يكن الطريق ممهدة، فهناك عقبتان كبيرتان: نقص التمويل والإرهاب والانفلات الأمني. إلى أن منح الله مصر قيادة واعية وضعت سيناء على قمة أولوياتها، عملت على توفير الاعتمادات المالية اللازمة، كما تصدت للمخططات الإرهابية وأعادت الأمن والأمان لكافة ربوع سيناء. اللي بنعمله في سيناء من محاولة إن إحنا
يعني نعمة تنمية حقيقية لها هو في الآخر أمر مستحق تستحقه إن إحنا نعمل ده وزيادة ونصرف على ده ونزيد. لكن أنا حبيت بس أقول لينا كلنا إن إحنا مش عايزين وإحنا لأن إحنا كنا بنفتكر في كل وقعة استشهاد نفتكر الموضوع ده، الموضوع خلص خلص، بس خلص بالتمن، تمن كبير. وآن الأوان لتحقيق حلم التنمية بأكبر مشروع قومي في تاريخ مصر. البداية كانت بالاكتتاب الشعبي لحفر قناة السويس الجديدة ليتم افتتاحها بعد عام واحد في ملحمة وطنية. تلك كانت شرارة الانطلاق لتنمية هذه البقعة الغالية وما ارتبط بها من طرق وجسور وكباري ثابتة وأخرى عائمة وأنفاق على أبعد الأعماق ومشروعات استزراع سمكي كبرى على مساحة آلاف الأفدنة، تطهير للبحيرات بكراكات عملاقة. واشتملت مشروعات التنمية على العديد من المحاور، كان أبرزها مشروعات البنية التحتية العملاقة والتي كانت على رأسها أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية وبورسعيد والسويس، والتي تعتبر شرايين جديدة لربط سيناء بكافة أنحاء مصر، بالإضافة إلى إنشاء منظومة من الكباري العائمة التي تنتشر على طول المجرى الملاحي للقناة لخدمة المناطق التجارية الحيوية بين الشرق والغرب. ولأن الطرق هي الشرايين التي تبنى عليها المجتمعات العمرانية الجديدة، فتم العمل على قدم وساق بإنشاء شبكة واسعة من الطرق الطولية والعرضية، فضلاً عن تطوير عدد من الموانئ والمطارات أبرزها مطار البردويل الدولي وميناء العريش البحري. ودارت عجلة البناء على كل شبر في أرض سيناء، فتم إنشاء مشروعات إسكان جديدة تتضمن ثلاث مدن سكنية جديدة، وهي مدينة الإسماعيلية الجديدة ومدينة رفح الجديدة ومدينة سلام مصر شرق بورسعيد، بالإضافة إلى مشروعات إسكان اجتماعي بمدن شمال ووسط وجنوب سيناء، فضلاً عن إنشاء 45 مشروعاً للتجمعات البدوية مصممة على أحدث التقنيات، فضلاً عن رفع كفاءة وإنشاء العديد من المدارس الجديدة والمعاهد الأزهرية، وكذا إنشاء جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء بأفرعها المختلفة بالطور وشرم الشيخ وراس سدر، وجامعة سيناء للعلوم والتكنولوجيا. وفي مجال الرعاية الصحية تم إنشاء العديد من المستشفيات المركزية الجديدة ورفع كفاءة المستشفيات الحالية والعديد من الوحدات الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية. ولأن المياه هي مصدر الحياة تم إنشاء 22 مشروعاً جديداً لمحطات تحلية وتنقية المياه لتوفير مياه صالحة للشرب. وفي مجال الزراعة واستصلاح الأراضي تعمل الدولة جاهدة على زيادة الرقعة الزراعية في وسط وشمال سيناء والتي بلغت 500,000 فدان، خاصة بعد الانتهاء من أكبر مشروعين لمعالجة مياه الصرف في الشرق الأوسط. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، والخبر الجاي معانا بيقول بدأت وزارة الصحة من يوم أمس تطبيق مبادرة السيد رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، والتي تستهدف الكشف الطبي وإجراء تحاليل ما قبل الزواج للطرفين. لتفاصيل أكتر هيكون معانا على الهاتف دكتور مجدي عدلي مدير إدارة مستشفيات مكافحة العدوى والجودة الشاملة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير فندم، صباح الخير لكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني الوزارة قالت في بيان إن المبادرة بتستهدف المقبلين على الزواج المصريين وغير المصريين المقيمين في مصر لإجراء الفحص الطبي واستخراج شهادة الشهادة الصحية. عايزين نعرف من حضرتك فكرة عن المبادرة والهدف منها. طيب، هو في البداية حضرتك المبادرة دي بتهدف إلى تكوين كيان
أسري سليم، لأنه طبعا زي ما حضرتك عارفة هو يعني الزواج بصفة عامة هو توافق وانسجام في الجوانب النفسية والاجتماعية والصحية، يعني الصحية دي حاجة أساسية في الزواج طبعا لإنجاب أطفال أصحاء. فالمبادرة هدفها هو إن يعني الغرض منها هو مردود إيجابي للأسرة المصرية وبالطبع للدولة، لأنه الدولة طبعا لما بيحصل زواج وبعد كده ينتج عنه مشاكل صحية في الأطفال فبيبقى في أعباء مادية على كاهل الدولة. يعني طبعا الموضوع ده يعني الدولة بتدعمه سواء خدميا أو صحيا وماديا بالمناسبة. يعني المبادرة دي بتشمل فحوصات أو أضافت فحوصات، لأن هي كانت قبل كده موجودة بعض الفحوصات، ولكن تم إضافة واستحداث بعض الفحوصات الجديدة والتي تخص بعض الأمراض المناعية الأمراض المعدية والأمراض الوراثية وبعض الأمراض المزمنة زي السكر. نسأل حضرتك يا دكتور. صباح الخير. مع حضرتك أين؟ صباح الخير يا فندم. عايزين نعرف يا فندم، أنا كمواطن بسيط إيه الأماكن دلوقتي اللي متاحة أقدر أعمل فيها التحاليل دي بشكل مبدئي، ويا ترى في المستقبل هيبقى فيه عدد أكبر ولا الموضوع هيبقى إزاي؟ تعليقك. والله هو يعني زي ما حضرتك تفضلت، هو المبادرة بدأت حاليا بتقريبا 303 مركز لتلقي يعني العمل الفحوصات والتحاليل الطبية فيما قبل الزواج وإصدار وثيقة الزواج لتقديمها لإتمام عملية الزواج. وبالمناسبة دي الوثيقة دي بتبقى سارية لمدة 6 أشهر، ولكن عشان برضو نبقى في يعني تساؤلات الناس بتطرحها، كل ما هو قبل 26 فبراير اللي فات اللي هو الحالي سوري ساري يعني لحد بداية 26 قبله، ما تم إصداره قبل 26 فهو ساري. يعني وزارة العدل تفضلت وأوضحت أنه الوثائق اللي تم إصدارها قبل 26 فبراير هي سارية ويمكن إجراء أو إتمام الزواج ويتم العمل بها بشكل رسمي. يتم العمل بها بالضبط. لكن فيما يخص ما بعد 26 فبراير يتم تطبيق اللي هو الإجراءات الجديدة أو إضافة الفحوصات الجديدة اللي هي زي ما قلت لحضرتك الأمراض المزمنة والأمراض الوراثية الوراثية والأمراض المعدية زي مثلا الهباتيت سي وهباتيت بي والإتش أي بي أو اللي هو الإيد بالإضافة إلى بعض الأمراض المزمنة زي السكر والأمراض المعدية طبعا سوري الأمراض الوراثية بتشمل حاجة زي الثلاسيميا، حاجة زي الهيموفيليا، حاجة زي أمراض الدم، حاجة زي الـ RH. طبعا المبادرة معمولة طبعا زي ما قلت لحضرتك بأسعار مدعمة جدا، يعني ما فيش يعني مشكلة في نفقات التحاليل دي، لأنه حضرتك لو عارف التحاليل دي لو تم عملها في معامل خاصة برة أسعارها بتتجاوز 1000 جنيه. الوزارة طبعا عاملة الموضوع ده مدعم بحيث أنه التكلفة الفعلية للفحوصات دي تقارب 500 جنيه للفرد، ولكن الدولة بتدعم ب 320 جنيه وبتكون التكلفة ده للفردين يا فندم، يعني الرقم ده للفردين. لا الفرد الواحد 500 لكن بالنسبة للفرد بيبقى 180 جنيه للفرد. يعني الفردين يعني الخطيب والخطيبة الإجمالي هيكون 360 جنيه. طيب يا فندم يعني تفضلي حضرتك. الوزارة قالت إن ضرورة إجراء التحاليل قبل الجواز ب 14 يوم علشان إصدار الشهادة الصحية. طيب في حالة اكتشاف الإصابة إيه الإجراءات اللي بتتخذ؟
بص يا حضرتك، هو طبعا في حاله الاكتشاف احنا زي ما قلنا الهدف من الاساس هو ان احنا نعرف المواطن انه او سوري المقدمين على الزواج بالحقيقه الكامله قبل اتمام عمليه الزواج، بحيث ان يبقى الاثنين داخلين وعارفين الوضع الصحي ايه بالضبط، وبعد كده دي بيرجع للطرفين بالقبول او بالرفض. ولكن خير من انك انت يعني سوري تدخل او انك انت تعمل اتمام عمليه زواج وبدون المكاشفه والمصارحه. الفحوصات دي لا تمنع عمليه الزواج بالمناسبه، يعني دي مش سبب انه يحصل انه ما يبقاش في حال زواج. ولكن في حاله اكتشاف انه في مشكله صحيه عند احد الاطراف او مشكله صحيه جينيه او وراثيه تنتقل الى الاطفال بعد كده، طبعا سبل العلاج متاحه، يعني قنوات العلاج متاحه، يمكن انه طبعا بتبقى الفحوصات بكامل السريه، يعني ما حدش بيعرفها غير اللي هو قائم بالتحليل زائد الطرف الثاني ووثيقه اتمام الزواج اللي هي بتكون عن طريق اللي بيعقد القران يعني. لكن بعد كده الاجراءات كلها سريه تامه. لو في مشكله صحيه بيتم توجيه يعني المتقدم للزواج الى الشانل او القناه الصحيحه ان هو يتلقى العلاج فيها، يعني زي مثلا واحد طالع عنده مثلا مشكله فيروس سي مثلا، طبعا علاج فيروس سي متاح ما فيش منه صحيح. مشكله، لكن في بعض الامراض الوراثيه بتبقى يعني بيبقى في تعريف بيها عشان المقبلين على الزواج بعدين. طبعا فكره ال 14 يوم، لانه برضه في ناس بتقول لك احنا كده حاجزين مثلا قاعات وحاجزين واحنا كده الامور بتتاخر، هي يعني اقصى مده لاظهار نتيجه التحاليل بتبقى اقصاها او الحد الاقصى ليها 14 يوم. لكن يفضل يبقى قبل كده طبعا علشان خاطر ممكن يكون قبل كده، يعني هي ال 14 يوم دي الماكسيمم بالنسبه لاظهار النتائج، بيتم بعد كده اظهار ارسال رساله اس ام اس على اللي هو عمل التحليل برابط، يفتح الرابط بيلاقي نتائج التحاليل بتاعته صحيح. وبعد كده بيروح يستلم الوثيقه الرسميه اللي هيقدمها لعمليه اتمام الزواج، وطبعا زي ما قلت لحضرتك بيكون في مكاشفه مصارحه من الاول، وممكن ده بيمنع مشاكل كتير بعد اتمام عمليه الزواج، وانه ما حدش يعني كنش في خداع يعني للثاني بالحقيقه يعني. اللي فهمته من كلام حضرتك ان الشهاده كده هتكون الزاميه لاتمام عقد الزواج صح كده يا فندم؟ بالضبط. وهل الشهاده دي يا فندم بيكون عليها ختم شعار الجمهوريه يعني بشكل رسمي؟ الشهادة دي وثيقة رسمية، وثيقة رسمية ومستند رسمي يابد من تقديمه لإتمام عملية الزواج، يعني الموضوع مش اوبشنال، يعني الموضوع مش اختياري، الموضوع بيبقى جزء من إتمام عملية الزواج وإصدار اللي هي قسيمة الزواج. يعني الموضوع مش انه اختيار انه حد يعمل تحاليل ولا ما حدش، هو هيبقى نظام اجباري، لانه لازم عشان يتمم عمليه الزواج لازم يتقدم بتلك الوثيقه. يا فندم انا دلوقتي لو انا مقبل على الزواج ايه اللي بقدمه للجهه او للمستشفى عشان اعمل التحليل؟ ما انا ممكن شخص عادي جدا مش مرتبط مش خاطب ممكن اروح اقول لهم انا مقبل على زواج واعمل تحاليل، مش ده وارد؟ هو طبعا لا، هو الفكره انه بيروح المتقدم ومعاه ما يثبت ان هو، او لان هما الاثنين بيروحوا مع بعض يعني الخطيب او الخطيبه بيروحوا الاثنين. انا اقصد ممكن حد يتحايل على القانون بهذه الطريقه يعني؟ والله هي مش يعني ما اظنش ان هو، لانه هتبقى في اجراءات يعني هتطلب منه على اساس يثبت ان هو مقبل على الزواج، بتحديد مثلا
يجيب مثلا مكاتبه ان هو حدد مثلا ميعاد يعني الخطوبه في اليوم كذا يعني. لو هو كاتب كتاب هيجيب شهاده يعني، لو هو عامل مثلا كليل في نص كليل في الكنيسه هيجيب شهاده مثلا كده. حاجه زي كده يعني هتبقى بالظبط كده، ما يثبت ان هو فعلا مقبل على الزواج، لانه زي ما قلت لحضرتك هو في الاول والاخر الموضوع يعني عائد بالفائده على صحيح. المقبلين مش على الدوله، زي ما قلت لحضرتك الدوله هي ليها مردود ايجابي في ان هي بتمنع حدوث امراض بعد كده هي في غنى عنها يعني، ولكن هي بتدعم المقبلين على الزواج يعني بتدعم التحاليل دي بمبالغ كبيره، فمن مصلحه المقبلين على الزواج ان هو يروح يعمل التحليل، ده شيء اكيد يعني. طب يا فندم المبادرة بتشمل خدمات المشورة والتثقيف، عايزين نتكلم في الجزئية دي. هو بص حضرتك الفحوصات بوجه عام بتتم بالطريقة الآتية، أول حاجة بتبقى في حاجة اسمها تقييم الحالة الصحية للطرفين، التقييم ده بيشمل بيبقى إن جنرال بيشمل الوزن، الطول، صحة القلب، صحة الرئتين، الجهاز التنفسي، ده ان جنرال. بعد كده بتيجي الفحوصات اللي هي للامراض المعديه اللي زي حضرتك، وهي تشمل فحوصات فيروسات الكبديه الوبائيه اللي هي فيروس سي وفيروس بي والاتش اي في، وبعد كده في فحوصات الامراض الوراثيه، والامراض الوراثيه دي في كذا يعني كرايتيريا او كذا اختبار بيجي من تحتها استراتيميا او انيميا البحر المتوسط، و في اللي هو الهيموجلوبين الدم والهيموفيليا وانيميا الخلايا المنجليه، وانيميا الخلايا المنجليه دي بتبقى يعني الشكل الكرات الدم الحمراء مش مظبوط وبيبقى في انيميا وضعف عام. وفي حاجه اسمها الريزوس فاكتور او الار اتش، ودي بيبقى ده عباره عن بروتين حوالين كرات الدم الحمراء، لما يبقى الرجل بوزيتيف والسيده نيجاتيف بيحصل انه مع الانجاب الاول بيتم الانجاب، لكن مع الانجاب الثاني بيكون لازم حقنه الجسم السيده كون اجسام مناعيه ضد الار اتش ده، وبالتالي بينتقل للجنين الثاني وبيعمل وبيكسر خلايا الدم، وبعد كده بيبقى في صعوبه في تكرار الحمل للمره الثانيه. ده بالنسبه للار اتش. في بعد كده بالنسبه لتقييم الخصوبه لدى الرجال او لدى السيدات، طبعا بيتعمل اختبارات للهرمونات الذكوريه زي الاف اس اتش والال اتش واللي هو هرمون التستوستيرون. بالنسبه للسيدات بيبقى في اختبار برضه ل هرمونات الانوثه زي الاف اس اتش والال اتش والتستوستيرون والاستروجين والبرولاكتين، وبيتم عمل فحص بالسونار لمنطقه البطن والرحم لاكتشاف اذا كان في اورام ليفيه على الرحم تمنع الانجاب او في متلازمه تكيس المبايض. واخيرا بيبقى في حاجه اسمها اختبارات الصحه النفسيه لضمان طبعا انه يبقى في تحمل موضوع تحمل المسؤوليات فيما بعد الزواج، عشان الزوجين يبقوا في يعني عارفين يتحملوا مشقات الحياه يعني. دكتور عايز اسال حضرتك عقوبه اللي يزور هذه الشهاده، وكمان او نتكلم ممكن تكون في فئه او في قله من ضعاف النفوس اللي ممكن يسهل بطريقة غير شرعية في الحصول على هذه الشهادة أو تلاعب في بعض التحاليل. تعليقك يا دكتور. بص حضرتك هو اللي خلينا نتفق إنه الوثيقة دي وثيقة رسمية، فعقوبة إنه واحد يزور الشهادة دي فهو كده بيزور في مستند رسمي، وطبعا معروفة عقوبة التزوير في أوراق رسمية بيبقى عقوبتها إيه.
فيعني لا، ما احنا ما بننصحش انه حد يعمل كده، لانه كده بيبقى تحايل على القانون وتزوير في اوراق رسميه، ودي عقوبتها بتبقى طبعا السجن والغرامه. صحيح. وخصوصا انه طبعا دلوقتي عندنا اللي هو القاعده الرقميه او الداتا بيز بتبقى رقميه، ومن السهل جدا اكتشاف تزوير الشهادة، لأن غالبا الشهادة هتبقى برضو باركود معين، يعني نقدر نعرف إذا كانت الشهادة دي ده بالنسبة للشهادة يا دكتور. وبالنسبة للي يساعد حد في التلاعب في بعض التحاليل، ده برضو وارد. لا ده اسمه واحد بيسهل جرم يعني التحايل على القانون، وده بتبقى عقوبته زي اللي عمل الشهادة بالضبط، يعني هو بالاثنين بيبقوا نفس العقوبة. صحيح. فهو من مصلحة انه هو بيتمم عقد الزواج انه لازم يكون متأكد ان الشهادة دي رسمية، ويقدر يرجع لمصدر الشهادة ويتأكد قبل حتى اجراء عمليه الزواج، لانه برضو دي نقطة مهمة، يعني سواء الاب الكاهن او استاذ الشيوخ، انه لازم يتأكد من سلامة قبل اتمام الزواج الشهاده دي، وانه الشهاده دي رسميه بالفعل قبل اتمام عمليه الزواج. صحيح. طيب عايزين نسال في حاجه اخيره يا فندم، وهو الاماكن بقى النائيه، يعني المناطق والناس البسيطه، ده هيتم يعني في ناس بتبقى هتتجوز وخلاص؟ لا بص حضرتك، ما هو الزواج ده احنا بنتكلم طبعا عن الزواج الرسمي، يعني ما عايزين بقى نتكلم الوثيقة هيتم استخراجها لكل الناس. الوثيقة طول ما الزواج رسمي وبيتم عن طريق يعني بطاقة الرقم القومي، وفي معقد للقران او سواء في الكنيسة او المسجد، فالوثيقة دي شيء اساسي، لانه زي ما قلت حضرتك ده وثيقة رسمية لازم تقدم عشان يتمم عملية الزواج ويستخرج يعني اللي هي لاستكمال الاوراق الاوراق بالظبط. لكن كون ان هي في مناطق نايه، هو ال 303 مركز دول موزعين على كافه محافظات الجمهوريه، فهو زي مثلا في محافظه الناب بس بعيد شويه عن المحافظه، لكن جوه المحافظه نفسها موجود في مركز لعمل الفحوصات. طبعا ده البداية كانت 303، لكن في إطار التوسع للتعميم إنشاء مراكز كتير، يعني هو البداية كانت 303، لكن ده مش الرقم النهائي، يعني هو هيبدأ ب 303 وبعد كده هتزيد تدريجيا. يا دكتور احنا بنشكرك طبعا جدا على المعلومات القيمة دي يا دكتور. دكتور مجدي عدلي، مدير إدارة مستشفيات مكافحة العدوى والجودة الشاملة، كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، نستأذن حضراتكم ونطلع فاصل، وبعد الفاصل خليكم معانا. فجر جديد بتشرق شمسه على كل مصر، طريق جديد بنرسمه للأجيال اللي جاية لحياة أجمل وأرقى. مشروع الإسكان بيغير حياة ملايين المصريين. مصر بتبني 20 مدينة جديدة بمواصفات عالمية، قادرة على استيعاب 30 مليون نسمة. وبتوفر 8 مليون فرصة عمل جديدة. أنشأت مصر 333 ألف وحدة إسكان اجتماعي و28 ألف وحدة إسكان متوسط، بالإضافة ل102 ألف وحدة إسكان للعشوائيات، مجهزة بكل مستلزمات الحياة الكريمة. وفيما يخص مياه الشرب والصرف الصحي،
تم تنفيذ 236 مشروع لمياه الشرب وتنفيذ 609 مشروع للصرف الصحي، منها 506 مشروع للقرى. بلغ إجمالي الاستثمارات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 813 مليار جنيه. مصر، التحدي والإنجاز. للنسور قدرتها أن تفرض الكلمة في معادلة امتلاك المدى. ولقوتها أن تحقق النصر في أعتى المحن. للنسور رغبتها في الانطلاق نحو آفاق المستحيل. إلى العلا تطير النسور لحماية سماء مصر مهما كلفهم ذلك من تضحيات، معلنة قوتها وقدرتها على تنفيذ أي مهمة توكل إليهم. برحب بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم فقرة الأخبار، وناخد مع بعض الخبر اللي بعده. أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته ضمن تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وأعمار سيناء، وتحديدا عن مشروعات الربط البري مع سيناء، والتي تعد من ضمن أهم محاور التنمية العمرانية وخطة الدولة الشاملة في تحقيق التنمية والأعمار، حيث ربط سيناء بالوادي والدلتا. وتفاصيل أكثر مع الهاتف دكتور عماد الدين نبيل، استشاري هندسة الطرق والنقل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، أهلا وسهلا. قبل ما نتكلم عن سيناء أرض الفيروز، لازم في الأول نشيد بدور الدولة ونتكلم، هنرجع بس كده ل 2011 ونتكلم عن سيناء في الوقت ده كان شكلها إيه، ونتكلم عن المجهود العظيم التي قامت به الدولة بمساعدة القوات المسلحة والشرطة في تطهير هذا، مش عايز أقول هذا الموقع الاستراتيجي، مش عايز أقول سيناء أرض الفيروز، ولكن احنا شفنا في طفرة في تمشيط وتنظيف هذه المنطقة. في البداية عايز أسألك يا باشمهندس، حجم ما تم من إعمار في سيناء، تعليقك يا فندم. هو امبارح زي ما حضرتك يعني تفضلت كده مشكورا، كان الحوار على المحورين اللي قامت بيهم الدولة، وهو المحور الأمني اللي نقل فينا نقلة نوعية مختلفة تماما، لأنه كانت سيناء فيها جماعات إرهابية وفيها مشاكل أمنية، واتحلت كل المشاكل دي، والنهاردة أصبح الحركة والحياة طبيعية على أرض سيناء وفي المدن المصرية كلها. المحور الثاني هو محور التنمية أو محور التنموي. لما بنتكلم على محور التنموي يعني، ونتكلم مثلا على شبكة الطرق، بنقول إنه شبكة الطرق كانت 670 كيلو سنة 2014 عند إطلاق المشروع القومي للطرق. النهاردة الدولة قامت بمضاعفة شبكة الطرق داخل سيناء حوالي 5 أضعاف لتوصل لأكثر من 3000 كيلو. 3000 كيلو دول منهم إنشاء طرق جديدة، منهم إنشاء محاور مهمة زي محور إسماعيلية العوجة، محور العرضي 1 و2 و3، محور النقب، بنتكلم على الطرق السريعة اللي بتوصل لشرم الشيخ والغردقة والدائري والطريق بتاع دهب نويبع، يعني مجموعة كبيرة جدا من الطرق اللي بتجمع في الطابع بتاعها ما بين استراتيجي قومي تنموي زي محور إسماعيلية العوجة لأنه في وسط سيناء، أيضا الطرق الأخرى اللي اتعملت علشان تخدم السياحة زي الطرق اللي في المناطق الساحلية السياحية زي دهب وشرم ونويبع وراس محمد وغيرها من الطرق الأخرى اللي اتعملت في هذا المجال. التكامل مع ده كان النقل الآخر هو المطارات. المطارات اللي في سيناء كلها اتطورت، يعني مطار شرم طبعا وكلنا شفنا ان هو كان متطور قبل COP27. بنتكلم على مطار الغردقة تم تطويره، ومطار بتاع الطور أو النفق، مطار تور، بنتكلم أيضا على تطوير مطار سانت كاترين في الوقت الحالي. سانت كاترين حاليا أيضا بيتم تطويرها لأنه
فيها طرق مهمة جدا زي طريق النبي صالح، بنتكلم على الطريق اللي بيؤدي إلى سانت كاترين الصاعد إلى الجبل، الطرق اللي حوالين الدير كلها بيتم تطويرها في الوقت الحالي. يعني في طفرة طبعا مركز كبار الزوار لو اتكلمنا على المباني، لو اتكلمنا أيضا على المحطات المياه المهمة زي المحسمة وبحر البقر اللي بتغطي حوالي 600 ألف فدان زراعة، مناطق صناعية متكاملة طبعا اللي هي زي منطقة أبو زنيمة وحوالي 3908 فدان وتكلفتها 4 مليار، 26 مزرعة نموذجية، بنتكلم على مزارع فيها زيتون وفيها فاكهة وفيها نخيل، بنتكلم على مجموعة من الملاعب اللي قامت بيها الوزارات المختلفة سواء كانت ملاعب خماسية أو ملاعب قانونية، محطات تحلية للمية عشان طبعا تطور في الطاقة بتاعتها حوالي 10,000 متر مكعب زي اللي موجودة في أبو صقل في العريش. بنتكلم ايضا على مدارس تكنولوجيه، مدارس يابانيه، الجامعات منها جامعه سينا وجامعه في جامعات اخرى، في يعني في جامعتين تقريبا اتعملوا في سينا في الوقت الحالي، الطرق اللي موجوده حتى اللي بتؤدي لسينا تم تطويرها زي طريق 30 يونيو وطريق 3 يوليو. الانفاق بقى دي حاجه مهمه لانه برضو كان الربط بين سينا وارض الوطن مهم جدا. صحيح. كان زمان احنا ما كانش عندنا غير نفق واحد وهو نفق الشهيد احمد حمدي، وده كان حضرتك بتقعد عليه حوالي 12 ساعه عشان تعبر من ارض الوطن لسينا. النهارده تم عمل 5 انفاق جديده، اثنين في بورسعيد واثنين في اسماعيليه، وتطوير نفق احمد حمدي الجديد بالاضافه للقديم بقوا 6 انفاق. فالست انفاق دول بيطوروا الحركه اللي موجودة في سيناء وينبطوا ما بين أرض الوطن وما بين سيناء. النهاردة ال 12 ساعة اتحولوا ل 12 دقيقة، حضرتك تقدر في 12 دقيقة بس تقدر تعدي الأنفاق بشكل أمني بكل حاجة، ففرق كبير جدا ما بين الاثنين بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يعني الحقيقة يعني النهاردة لما نبص لسيناء نموذج متكامل للتنمية، لأنه بيجمع بين المشاريع التنموية، مشاريع الاستصلاح، مشاريع تحلية المية، مشاريع محطات المياه الكبيرة، كهرباء، التطوير بتاع الطرق، تطوير المجموعة كبيرة جدا من المباني السكنية والمدن، وأيضا تطوير المناطق البدوية وتطوير المناطق اللي هي فيها استصلاح وإنتاج وزراعة زي الأهالي سيناء نفسهم وتدعيمهم اللي هي بيسموها التجمعات التنموية. يعني بنتكلم على نموذج متكامل. طبعا ده طبعا بالإضافة إلى قناة السويس نفسها اللي بتعبر جنب سيناء اللي تم ازدواجها، بالإضافة للمنطقة الاقتصادية الموجودة في قناة السويس اللي موجودة في شمالها ومناطق اللوجستية وارتباطها بقى بالموانئ الجافة وارتباطها بمناطق التخزين وأرصفة الموانئ اللي بيتم تطويرها. يعني نهضة وتنمية شاملة في سيناء على أرض الوطن فعلا بتشجع على حاجتين مهمين جدا. يعني أول حاجة التنمية بتساوي الاستقرار. النهاردة إيه اللي بيحصل من هجرة العمالة الداخلية؟ بتحصل في أرض الوطن كلها لما يكون المنطقة اللي بيعيش فيها المواطن ما فيهاش استثمار أو ما فيهاش يعني قوة اقتصادية. احنا تقريبا بنتكلم على 60% من مساحة مصر بشكل عام، يعني بنتكلم على حاجة مهمة جدا، موقع استراتيجي، مكان مهم بالنسبة للخدمات، مكان مهم بالنسبة للسياحة والاستثمار والاقتصاد. لأن النهاردة بقول لحضرتك الهجرة الداخلية اللي بتحصل لأي مواطن ساكن في منطقة بيقول لك أنا بهاجر من الصعيد للقاهرة ليه؟ عشان يشتغل. فالفكرة إن هي إنك بتوفر مكان فيه القوة الاقتصادية والتنمية الاقتصادية. لأن حضرتك هتلاقي من غير الصناعة والزراعة والتعدين على فكرة وخدمات الموانئ وخدمات المناطق اللي هي الموانئ الجافة وغيرها، هتلاقي كمان السياحة زي نويبع وزي دهب وزي الدور وزي راس محمد وزي شرم والغردقة. يبقى احنا بنتكلم على مناطق سياحية، مناطق ترفيهية، بنتكلم على مناطق صناعية، بنتكلم على مناطق اقتصادية. طبعا كان لابد من خدمة هذه المناطق بشبكة طرق كبيرة. فيعني كان الاحتياج الأساسي والضروري انك تزودها بما يعادل 5 أضعافها عشان تقدر تخدم هذا الكلام. ربط سيناء بأرض الوطن زي ما قلت لحضرتك، فالحاجات دي كلها بتسهل للمواطنين كلهم الانتقال للعيش في سيناء وانه يقدر ينقل ويستثمر. وزي ما السيد الرئيس أشار امبارح، احنا كلنا بنقعد في 12% في مصر من حجم مصر، ف 12% من حجم مصر بيعادل مساحة سيناء. يعني كأن كل سكان مصر على 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 أرض الوطن كلهم كأنهم ساكنين في مساحة زي سيناء. فسيناء فرصة هامة جدا للمواطنين وللراغبين في العمل بقوة اقتصادية انه ينتقلوا ليها في الوقت الحالي، لانه حاليا فيها ما يعني ما يلزم من
أعمال وقوة اقتصادية ووجود للاستثمارات والعمل للمواطنين، وبالتالي استقرار وعيش إنه يقدر يسكن في المكان ده يشتغل فيه كويس ياخد فيه كويس. هيبقى فيه انتقال أفقي للمواطنين من الوادي الضيق حول نهر النيل إلى أراضي سيناء الحبيبة. تحياتي لحضرتك يا دكتور. وطبعا بنشكرك على المعلومات القيمة اللي بتقدمها لنا، بس عايزين كمان نوضح، الرئيس امبارح يعني قال ان الدولة بتبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطط التنمية بعد القضاء على الإرهاب، وطبعا بقى يعني تنظيف سيناء من العبوات الناسفة وكل يعني السبل اللي بيوفر بيها الأمان للأهل سيناء وطبعا والمصر كلها. عايزين نتكلم عن الملف ده يا فندم. هو أمنيا طبعا حضرتك زي ما شفتي كان كل حوادث الإرهاب اللي كانت بتأتي في مصر في الوقت الآخر 7-8 سنين كان من سيناء، ضرب الكمائن وكان البؤر الإرهابية والإجرامية ومنظمات الإرهابية الدولية زي داعش وغيرها، كان كل ده بيتسربوا من خلال الساحل الشرقي الشمالي إلى داخل أراضي في سيناء. وطبعا ده كان بسبب حاجتين، اولا ان هي جبال ومرتفعات ومناطق فاضيه ما فيهاش تنميه، والحاله الثانيه لان هي كانت يعني مستهدفه كجزء من ارض الوطن الحبيب، ان هو دايما يبقى فيها هذا الملف السيء. يعني تم تطوير هذا الكلام من وسط الدوله. طبعا عندنا 2018 خطه القضاء على الارهاب في سيناء، وما قامت به الدوله من جهود مضنيه في ان هي تنظف سيناء من البؤر والجيوب الارهابيه، ونجحت الدولة بفضل الله سبحانه وتعالى انها تقدر تعمل هذا الكلام، واصبحت سيناء خاليه تماما من المنظمات الارهابيه، ويتم السيطره على اي محاولات لاقتحام او اختراق الحدود المصريه والدخول بواسطه هذه الجماعات في الوقت الحالي. ده خلى، لان من غير امن مفيش تنميه. يعني من غير امن ما تقدرش حضرتك تعمل تقول تنميه وانقل الناس، لان الناس كانت ايام زمان بيخافوا ينزلوا الشارع، كان بيخاف يتحرك بالليل، كان بيقدرش يمشي بالعربيه من مكان لاخر في سيناء، لانه كان يعني بيقول ايه خلاص انا بودع ربنا وانا نازل او بستشهد. يعني دلوقتي الحمد لله الناس بتسير في الشوارع باطمئنان وامان، حتى الناس اللي هاجروا سيناء وراحوا سكنوا في الاسماعيليه رجعوا تاني من الاسماعيليه ومن بورسعيد ومن غيرها، ورجعوا سكنوا في مساكنهم في العريش وفي الدور وفي رفح، والنهارده اهالي سيناء الحبيبه بيتمتعوا باراضيهم طبعا بفضل هذا الملف. الملف الامني طبعا انا مش متخصص فيه، ولكن هو ملف عميق جدا وخطير جدا، لان الحقيقه الدوله قامت يعني بحرب تقريبا ضد الارهاب، وليست مجرد عمليات محدوده. يعني ما تم في سيناء هي حرب بكل ما تحمله الكلمه، ما شاركت فيها المعدات الثقيله والقوات المسلحه، قامت بتحريك كل القوى بتاعتها للقضاء على هذه الظاهره اللي كانت لو تركت طبعا كانت زمان سينا ضاعت مننا، وكان زمان كمان بداوا يمتدوا بالارهاب بتاعهم لارض الوطن. فالحمد لله ان احنا دلوقتي نتمتع بالامن والامان في سيناء، وده اللي اتاح الفرصه على فكره للعمال والمواطنين والشركات المقاولات انها تتحرك وتروح وترجع وتبدا تشتغل في هذه المكان. كان امبارح شفنا الاصطفاف بتاع المعدات كانها معدات حربيه، يعني اللي جاهزه انها تساهم في استكمال خطط الدوله للتنميه في سيناء واستعاده دور سيناء في كمكان مهم جدا على ارض الوطن. نشكر حضرتك جدا يا دكتور. بشكر الدكتور عماد الدين النبيل استشاري هندسة الطرق والنقل. مشاهدينا نخرج فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. افتح عينيك على المستقبل، شوف عن قرب. أرض الفرص بتفتح أبوابها، استعد لبداية جديدة. مصر بتفتح أبواب الاستثمار بثقة كاملة في قدراتها، بموقعها الجغرافي وبقوة بشرية وتعداد سكان 100 مليون، أكتر من نصهم شباب مستعد للعمل. مصر سوق مفتوح جاهز للاستثمار، جاهز للمستقبل، ومجهز بأحدث تكنولوجيا عالمية وعقول مبدعة وطموحة، سوق عمل جاهز بمختلف الخبرات. مصر وفرت بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للمستثمر، تسهل عليه المهمة بمراكز خدمة خاصة للمستثمرين في كل المحافظات.
جاهزة ومجهزة لإنهاء كل الإجراءات في مكان واحد. مصر وفرت بيئة تساند وتدعم صغار المستثمرين ورجال الأعمال في كافة المجالات، مالياً، إدارياً، قانونياً وتكنولوجياً، بمبادرة فكرتك شركتك. بلغ إجمالي الاستثمارات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 11,700,000,000 جنيه. مصر، التحدي والإنجاز. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، والخبر الجاي معانا بيقول امتداد مرتفع جوي على شمال المملكة العربية السعودية يعمل على امتداد منخفض البحر الأحمر، وتتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا. لتفاصيل أكتر هيكون معانا على الهاتف دكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني في ظل التقلبات الجوية وطبعا مش عارفين نشتي ولا نصيف ولا نعمل إيه، ولا الدنيا شوية حر وشوية برد، فعايزين حضرتك تكلمنا عن حالة الطقس اللي بتتعرض ليها البلاد في الفترة دي. خلينا نقول إن إحنا بنتعرض دلوقتي لمرتفع جوي سواء في على السطح أو في طبقات الجو العليا، وده مؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة بين 2 إلى 5 درجات. لكن خليني أقول نصيحة، عدم ان احنا ننساق او ننخدع من هذا الارتفاع المؤقت في درجات الحراره، لان الارتفاع ده هيقعد له حوالي من 3 لـ4 ايام وهيرجع تاني الجو يبرد تاني، فده ان احنا ننخدع ونرجع ونخفف ملابسنا، لا نستحملها اليومين 3 دول لان الدنيا هترجع تبرد تاني. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك يا باشا. عايزين نطمن الناس وعايز اطمن انا شخصيا، يا ترى الموجه دي هيكون في اتربه ورياح عشان خاطر كمان احنا بنعاني في موضوع الجيوب الانفيه يعني؟ اكيد في طبعا هيبقى نشاط لرياح مثير رمال واتربه، ده بيخليني اقول حافظ على ارتداء الكمامه في الفتره القادمه دي اليومين 3 دول لحد ما ينتهي الارتفاع في الحرارة ونشاط الرياح دون علشان نعديه بسلام إن شاء الله ومحدش يخفف في الملابس. طب يا دكتور الموقف الشبورة المائية بقى خلال الأيام الجاية هيكون إيه؟ طبعا مع وجود المرتفع الجوي دون هيبقى فيه شبورة مائية واضحة على الطرق خاصة قريبة من المسطحات المائية والمزروعات، وعشان كده بنحذر السادة الساقين على الطرق تواخدي اقصى درجات الحظر وتطبيق تعليمات المرور بكل دقه، ويعني الرؤيه ضعفت يبقى بتقلل سرعتك وبتعمل اناره لاناره السياره كلها سواء الاماميه او الخلفيه بتبقى مضاءه، خاصه اضاءه الاشاره عشان اللي يبقى جاي من وراك بيبقى شايفك. دكتور درجة الحرارة هتوصل في الموجة دي تقريبا ل 30 درجة. لا بالنسبة 30 درجة دي بالنسبة للجنوب، لكن بالنسبة للقاهرة اقصاها ان شاء الله مش هتزيد عن 26 درجة. ويرجع الجو بعد كده تاني في الانخفاض. ويبدأ هيبرد تاني ان شاء الله. طيب يا فندم احنا عايزين بس نعرف من حضرتك يعني نصايح سريعة تديها للمواطنين، طبعا بجانب ان هم يعني يحافظوا على ملابسهم زي ما هي من غير تخفيف. طبعا دي حاجة مهمة جدا، ايضا احنا قلنا للسادة الساقين على الطرق النصيحة، بنقول برضو بالنسبة للسادة المشاهدين اثناء نشاط الرياح ده داعي ان انت تقف تحت اي لافته اعلاميه لان ممكن الرياح تبقى شديده توقعها، وحاول ان انت تبتدي الكمامه في الفتره دي عشان خاصه اصحاب امراض الجهاز التنفسي. دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه كنت معانا على الهاتف يا فندم الاسبق، شكرا جزيلا لك. اعزائي المشاهدين كده خلصت فقره الاخبار، هنطلع فاصل وبعد الفاصل هتكون موجودين معاكم في فترة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات في الصحف المحلية والعالمية. بسعدنا ويشرفنا يكون موجود معانا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشماع الكاتب بجريدة أخبار اليوم. نطلع فاصل وبعد الفاصل خليكم معانا.